بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في الحلقة الأولى من برنامج صناعة الإنسان في موسمه الأول الخاص بالهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم محاضرا فضيلة الدكتور شافع النيادي، مدرب ومؤلف في التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، وسيلقي على مسامعنا حلقة بعنوان التخطيط للسنة الجديدة. نسأل الله أن يكون موفقا فيما سيقوله وأن نستفيد منه خير الاستفادة إن شاء الله، وأن يجزيه عنا خير الجزاء مقدما. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا إخواني إخواتي الأعزاء. في البداية أحب أشكر الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف سويسرا، وبالأخص أستاذنا الشيخ المهاجري زيان جزاه الله خير على جهوده لتنظيم هذه المحاضرة، وكذلك الشكر للأخي أستاذ عبد الله جزاكم الله خير. طبعا إن شاء الله تتحدث اليوم عن مسألة التخطيط. موضوع التخطيط موضوع لابد منه، يعني مع شرائح واضحة أستاذ عبد الله. ده حضرتك ممكن تفعلها يا دكتور، ليست واضحة الآن. والآن تمام، الآن وضحت. أوكي، يعني خلاص ما أحتاج أتكلم، واضح الشرائح؟ تمام يا دكتور، واضحة، تفضل. طيب، لما نتكلم عن مسألة التخطيط، يعني يمكن البعض كثير للأسف أن ما أخذ مسألة التخطيط موضوع أمر ثانوي. التخطيط أمره لابد منه، التخطيط شيء ضروري في حياتنا. الشخصية الغير مخططة شخصية عشوائية مهمشة، شخصية دائما غير مركزة، شخصية دائما العمر يمضي. أنا أقول دائما أغلى شيء نملكه هو الوقت. من يخطط يملك الوقت، ومن لا يخطط لا يملك الوقت. فلابد مسألة التخطيط. الأمر المحزن، البعض يأخذ على موضوع التخطيط على أن للشركات وللمؤسسات وما لا، تخطيط كل إنسان فينا. أضع أهداف في حياتي، أضع لي ما هو أريده. صعب جدا أن أعيش بعشوائية وفوضى واتكالية وتسويف وتأجيل. ناس كثر يعيشون أنا دائما أكثر ما تتوالد وتكثر المشاكل والمشاعر السلبية وقت الفراغ. مشكلة الفراغ دائما رسالة نرسلها لأنفسنا، خاصة لما نقول عليه مسألة الملل. فلا بد مسألة تخطيط، نضع نقطة. ودائما أنا أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن اليوم نتكلم عن التخطيط، لكن مهما تكلمنا، إذا كل إنسان فيكم ما عنده رغبة صادقة داخليا بأنه يريد يتغير ويريد يخطط، ما حد يقدر يغيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كفانا مضيعة من كثير من الوقت. ننظر هؤلاء الناجحين، هؤلاء المتميزين، تهي ال 24 ساعة عندي عند فلان، عند علان، عند عند عند. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا الإنسان خطط، أنا لا. أنا أحب أعيش عشوائية، أحب أقتل هذا الوقت. فإذا بصراحة لا نجاح مع عشوائية، وجهان لعملة واحدة، تخطيط ونجاح. اختفى التخطيط أنا أقول لكم النجاح بيختفي والسعادة بتختفي. فإذا لابد نضع هذه النقطة، مسألة التخطيط. وبعدين لا يجيني إنسان يقول أنا دكتور ليش أخطط؟ أنا وصلت للقمة اللي أنا أباها، وصلت للنجاح اللي أنا أريده. أي شخص يقول أنا وصلت للقمة، يعني بداية شو؟ النزول من القمة. الإنسان الناجح لا توجد له قمة واحدة، الإنسان الناجح توجد له قمم. فلا بد نضع هذه النقطة، فنسعى لمسألة التخطيط. إذن تخطيط، أحدد أهدافي وطريقة وخطة ومنهج أضع عليه. الموضوع ليس بالأمر الصعب. أنا ما أريد أن أوضح لكم بأن لا يا دكتورة أحتاج إلى دكتوراه، أحتاج إلى شخصية عالمة، أحتاج لا لا لا،
موضوع مبسط، واليوم اللي بناخذه الحين مبسط لشخصية مهما كان هذا الشخصية غير متعلم حتى يقدر يخطط لحياته. ما يريد، أنا ما أريد لواحد موهوب في الموضوع هذا، موضوع بسيط واللي احنا نتحدث عنه في مسألة اليوم. إذا الشخصية الناجحة هي الشخصية التي تسير في اتجاه معين، وليس أي اتجاه، بل الاتجاه الطريق الصحيح. هذه هي الشخصية الناجحة. إذا كيف بعرف أن هذا طريق صحيح وغير طريق صحيح؟ من خلال التخطيط. من خلال التخطيط. أتمنى من اليوم البعض اللي عايش يومه مثل أمسه واليوم وبكرة بيعيش مثل يومه، اجلس مع نفسك، أقل شيء عندي هو الوقت. يعني مثلا قالوا إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة لهو أحسن وأفضل نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف. يعني بذمكم أجلس مع نفسي أخطط لي ساعة أو ساعتين، أو أن أضيع من وقتي أسابيع؟ لاحظوا الوقت، الأسابيع اللي بتضيع ما بتضيع كذا، بتضيع وأنا مهموم، أنا حزين، قد يكون علاقات أسرية فاشلة، علاقات اجتماعية فاشلة، علاقات وظيفية في الوظيفة فاشل، الصحة مدهورة، ماشي. يمكن يقول دكتور وايد الموضوع مضخم، موضوع مضخم، لأن لاحظوا الشخصية اللي غير مخططة ما بيشعر فيها الحين. أنا لو غير مخطط ما بحس بالآن، ما بحس ببكرة أو بعد أسبوعين، بحس فيه بعد ما يمضي من عمري سنوات. بحس وبشعر بهذه العشوائية وألم بعد سنوات. ما تلاحظون البعض يقول يعني مثلا في الوظيفة، الله يا زمان، الحين مضت علي 10 سنوات بهذه السرعة، ما وفرت من راتبي، صرت مثل ما هي، احس نفسي ما تقدمت شيء. الان نعم بتحس فيه، لكن ما بتحس في نفس اللحظه، لاني انا لا اخطط حق يوم ويومين. اذا اخطط حق يوم ويومين من خلال الورقه بشعر فيها، لكن العمر ما بشعر فيه الا بعد سنوات. طيب السنوات هذه منو بيعوضني اياها؟ من بيعوضني؟ منو بيرجع لي 10 سنوات ارجع يا ليتني؟ شو بتفيدني؟ منو بيرجع لي على اساس اسرتي وعيد وابني اسرتي وابناء صالحين؟ منو بيرجعهم لي؟ وظيفتي وترقيتي منو بيرجع لي؟ شو بتفيدني يا ليت؟ حتى تصل للنجاح فانت تحتاج الى رساله تؤمن بها وتود ان تحققها، اهداف وخطط توصلك لتحقيق رسالتك، مهارة إدارة الذات واستغلال الوقت. إذا لابد كل واحد فينا، يعني عذرا، لما أسأل واحد أقول له أنت ليش عايش؟ شو أهدافك في الحياة؟ يقول والله عادي ما أعرف. كيف ما أعرف؟ ما تدري تطمح؟ صدقون أن البعض طموحه أن يقتل هذا الوقت ويمضي بسرعة، البعض ينتظر هذه الأيام تمضي بسرعة. فما هو رسالتي أنا؟ عندي رسالة أريد أن أحققها، طموحي. بعد والله صارت عبادة الله، عبادة الله بس ليس في، نعم عبادة الله في أمور كثيرة، علاقاتي الاجتماعية عبادة الله، إخلاصي في وظيفتي عبادة الله، محافظتي على الجسد عبادة الله، تربية الأبناء والأسرة وشريك الحياة عبادة لله، أمور المالية عدم عبادة لله. للأسف البعض يفتكر العبادة فقط اللهم في المساجد وعبادة بس، عبادة كل أمور حياتنا عبادة. الآن نحن موجودين نعتبر كأننا نعبد الله سبحانه وتعالى. فلا بد عندني رسالة، أنا أريد ماذا؟ أريد أحقق، أريد أكون لي بصمة في حياتي. إخواني إخواتي، كل إنسان له تاريخ ميلاد ولا تاريخ وفاة. كل إنسان فينا له تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة. الناس ما بتتذكر لا تاريخ ميلادي ولا تاريخ وفاتي، بتذكر ماذا فعلت ما بين التاريخين، ماذا هو بصمتك أو إنجازاتك ما بين التاريخين. في
في أمور في مختلف مجالات الحياة. هذا هو الذي نبحث عنه. اترك لك بصمة مع أبنائك، مع مجتمعك، مع وظيفتك، مع أمورك، مع أشياء كثيرة. أما مجرد أن أمشي بحياتي بدون تخطيط عشوائي، هاي كارثة. وبعدين الشخص اللي غير مخطط راح يعيش بدون تركيز، ما مركز. أنا أضرب مثال، لو كانت عندي مهام طالع من المنزل وتوجد لدي مجموعة من المهام، 10 مهام أريد أوصل فواتير، أسدد الفواتير، أشتري بعض البضاعة من السوبر ماركت، أذهب إلى الخياط، أصلح السيارة، حوالي 10. لو أنا قلت ما يحتاج تخطيط، تركها موجودة في راسي. وهذا البعض يقول لا ما يحتاج تخطيط، ليش أكتب؟ ما يحتاج يخطط، خلاص أنا عارف. يطلع من البيت، أول ما يظهر في البيت هو موجود 10 مهام، ظاهر قول تقريبا الساعة 5 مساء، جلس وصل يسدد الفواتير، ذكر أنه كان بجنبه الخياط، رجع 10 كيلو عند الخياط، وذكر أنه كان بجنبه سوبر ماركت، ورجع السوبر، وقعد يضرب شرق غرب شرق غرب، وضاع الوقت، ورجع البيت وهو فرحان على نفسه أني أنا أنجزت 10 مهام. لما رجع البيت صاحبنا أنجز حوالي 3 أو 4 مهام. طيب وين البقية؟ نسيتهن، ما تذكرت. أما بأمانة لو كان مكتوبة ومخطط ووضع خطة، هل سيرجع المنزل وإلا وهو أنجز هذه كلها؟ هذا كتشبيه بسيط لتخطيطنا أمور حياتنا. فلا بد أن أخطط، ودائما يبدأ التخطيط من بداية من ذاتي أنا. إذن التخطيط، أحدد وضعي الآن السنة هذه، أنا وين في مجالات الحياة 7 اللي أنا الحين بتحدث عنهم، أحدد ماذا أريد أن أصل إلى خلال 6 أشهر أو خلال سنة أنا الآن، وماذا أريد أن أوصل في مجالات الحياة 7 التي أنا أعلم. لا حد يقول والله لا يوجد إنسان فاشل بطبيعته، لا يوجد إنسان فاشل بطبيعته، فكل إنسان قادر على النجاح إذا أراد. من هو الفاشل؟ هو الشخص الذي لا يحاول ولا يسعى، جالس في مكانه، فلان شو تسوي؟ أنتظر النجاح، أنتظر السعادة، أنتظر الحظ يجيني، أنتظر. أنت وين عايش؟ هذا هو الفاشل، هذا هو الفاشل. حياتنا تحتاج إلى نوع مبادرة. وبعدين النصيحة اللي لكم إخواني أخواتي، على أساس ما يصيبنا نوع من الإحباط ونحن نعمل، اجعلوا جميع أعمالكم تحت مظلة طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو صحيح، يبوا لعمل عمل، أي أعمال ما دام لا ضرر ولا ضرار، أي عمل في حياتكم، أي عمل. أنا أكل، عبادة الله سبحانه وتعالى، أقوي هذا الجسد. أنجز مهام المنزل، أعمل في عبادة الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. أعمل في وظيفتي، إن الله يحب ذلك من العمل عمل أن يتقنه. كل أمور حياتنا عبادة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، نعمة. فاجعلوا كل أعمالكم لله، لا تجعلونها للآخرين، لله. لأن ما دام لا توجد تحت مظلة لا ضرر ولا ضرر، فهي لله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى. مسيرة النجاح لا بد أن تتعرضها محطات الفشل. وأنا أقول لكم اليوم والآن، كل شخص ممكن فيه يبدأ يبقى يخطط. طبعا لكل إنسان عدوين، النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وأشدهم خطورة علينا النفس الأمارة بالسوء، أشدهم خطورة الشيطان، استعذوا للشيطان. لكن متى أعرف هذه النفس الأمارة بالسوء؟ لما يكون في خطاب داخلي بيني وبين نفسي، خطاب داخلي بطريقة سلبية، هي هذه النفس الأمارة بالسوء. الآن نحن جالسين نتكلم عن التخطيط، سكت شوية، جاء خطاب داخلي بينكم، شو يقول هذا الدكتور؟ أي تخطيط؟ يعني هو ما يعرف أنت حين ظروف حياتك تعبانة،
ما يعرف ظروفنا. مثلا انتم عندكم مثلا نتكلم عن الاخوه في سويسرا وفي اوروبا، ما يعرف كيف ظروفنا، تعبان، هذا هناك عايش في الامارات، اي ده ما يعني مستحيل، ما في. هذه هي النفس الاماره بالسوء. اي خطاب داخلي بينكم وبين نفسك بطريقه سلبيه هي النفس الاماره بالسوء، وانتبهوا منها، وهي اكثر شيء ضررا علينا. قال تعالى: ان النفس الاماره بالسوء. وقال تعالى: ان النفس الاماره، يعني لاخر نفس في حياتنا. دين استشارات كثيره لما نحاول نغير واحد، اي داخليه، خطاب داخلي، لا ما انا ما اقدر، مستحيل، صعب علي. لابد نحن نزرع هذه النقطه في مساله في مساله لابد نحن نؤمن بان اذا انا اريد ان اخطط، اؤمن بان العقل والجسد كل منهم يؤثر بالاخرين. وهنا يرجع لمساله، لو حد رجعنا على الصحه، لابد مساله التخطيط الى قانون نطلق عليه قانون الجذب. وانا اتكلم عن قانون الجذب، اتكلم من مقوله ومن سيره سلم عليه الصلاه والسلام: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. قانون الجذب ما تركز عليه بصفه مستمره تحصل على مزيد منه في حياتك. اذا انت تحط اني انا مستحيل اخطط، مستحيل احقق، انا العشوائيه، ظروف حياتي ما تسمح، ظروفنا نحن مثلا نتكلم اخواننا في اوروبا صعب، واوضاعنا وكذا كذا، فانا اقول نعم صعب. لان قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. فالقصد منها تفاءل، كن متفائل، أنا أستطيع، اعمل، اجعل الموضوع تحت مظلة طاعة الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى، تأكدوا، لما أنا عندي رغبة أني أخطط، لكن خيالي يقول لي صعب تخطط، مستحيل، يا رجال تخطط من الحين إلى السنة القادمة صعبة. فدائما لما يكون رغبتك وخيالك متعارضين، من ينتصر؟ ينتصر الخيال. لما يكون الخيال والرغبة متعارضين، الذي يفوز هو خيالكم. يعني انتم الان عندكم رغبة تخططون، وهاي الرغبة موجودة في ذاتنا، لكن خيالكم يقولكم صعب، مستحيل، ما أقدر. فأنا أقول بينتصر الخيال. بضرب مثال، لو أتينا بممر، يبنى ممر خشبي، ممر خشبي حوالي متر وطويل، وارتفاعه يعني متر أو حتى 50 سنتي ارتفاعه، يعني غير مرتفع، وقلنا حق أي إنسان: هذا الممر الخشبي امشي فوق الخشب وارتفاع 50 سنتي، شو بيسوي؟ بيقول عادي، بيمشي، ويمكن يمشي هو مغمض. عادي مشيت، هاتي شوفي شوفي، شو المشكلة بالموضوع؟ امشي على الخشبة هاي. طيب لو شلينا هذه الخشبة ووضعناها ما بين بنايتين في الدور العاشر، نفس الخشبة بس الفرق ماذا؟ الارتفاع. وقلنا لك تعال امشي على هذا الخشبة، يقول دكتور انت تبغى تذبحني؟ قلت ليش انت مشيت تحت؟ قال مستحيل، ما اقدر. ليش ما تقدر؟ ما هو ما انت منت مشيت وان تحت في الارض، مشي وارتفاع 50 سنتي، انت مشيت على الخشبه هذه، ليش ما تقدر تمشي على الخشبة؟ نفس الخشبه، نفس المسافه، نفس كل شيء، بس فرق في الارتفاع. انت شو يهمك الارتفاع؟ الارتفاع انت عليك انت تمشي على الخشبه. قال مستحيل يا دكتور ما اقدر. هنا شو صار؟ رغبه الانسان انه يمشي على هذه الخشبه ويوصل للبنايه الاخرى، لكن خياله شو يقول له؟ انت ما تقدر، صعب انك توصل على توصل المبنى الثاني، انت اساسا بتموت من تطيح في الدور العاشر، بتموت قبل ما هذا.
انت اساسا بتيك الرجفه، واول ما توصل نص الطريق بيغمى عليك. انت اساسا بتيك حاله اغماء او حاله نفسيه، وبتسقط من الدور العاشر وبتموت. فخياله هول الموضوع، الرغبه بسيطه، فصار خيال اكبر. فمن انتصر؟ انتصر الخيال. وصحيح لو مشى ممكن يسقط. إذا لما تكون عندي رغبة وعندي خيال، الذي ينتصر خيالكم. لهذا دائما نحن نقول غذوا عقولكم بالمعرفة. هذا الخيال غذوه بالمهارات، بالمعرفة، بالخبرات، غذوه. هذا الإنسان لما أقول يمشي، هل هو مستحيل يمشي؟ مش مستحيل، يتدرب ويتعلم ويعيد ويكرر، تدريب يوم يومين أسبوع شهر تدريب، بعدين بيقدر يمشي. فإذا لابد أنكم أنتم تغذون هذا الخيال بالمعرفة. يعني استغرب من البعض لما تكلم عن التخطيط وعن التنظيم وعن إدارة الوقت، يعني كأنك تكلم عن شيء علوم جديد أول مرة يسمع فيها في حياته. الآن مع انتشار سهولة الحصول على المعرفة والعلم، لحد الآن لا يعرف أحد كيف يدير وقته. ما في إدارة الوقت، ما في تنظيم الوقت. إلى الآن البعض يعيش بعشوائية وجهل. فلا بد غذوا خيالكم بالمعرفة. يمكن نحن محاضرة اليوم مسألة 45 دقيقة، بس أنا دائما أحب أن في دوراتي أعلمهم كيف تصيدون ولا أعطيكم سمكة. لهذا رب العالمين أول كلمة أنزلها في كتابه الكريم اقرأ، ما أنزل صل صم عبد الله، أنزل أول كلمة اقرأ، لأن هذا الخيال في عقولنا بدون القراءة لن يتعلم. ولا أعيد وأكرر القراءة يعني بمعناته فقط من مسألة الكتب. القراءة بأني أنا أقذي هذا العقل، سواء من الكتب، سواء من الفيديوهات، سواء من المحاضرات، سواء من التسجيلات الصوتية، المهم أقذي هذا العقل. البعض يحزنني لما تسأل متى آخر مرة حضرت دورة، ما حضرت، سمعت مقطع فيديو، سمعت في اليوتيوب، قرأت كتاب. أكيد خيالنا بيكون طاقي على رقبة، خيالنا بيكون سلبي عن حياتنا وعن التخطيط. لابد كذلك من مسألة التخطيط حتى ندرب هذا الذهن. يقولون التكرار أم المهارات، والعقل اللاواعي، العقل اللاواعي يتعلم بماذا؟ من خلال التكرار. أخطط ورتب وقتي. أنا نعم يمكن البعض ما متعود على إدارة الوقت وعلى التخطيط، بيواجه صعوبة لأنه أول مرة، لكن مع التكرار مع الصبر والمثابرة بيقدر يوصل ويخطط ويكون منظم. لكن البعض أول ما يحاول تعب، قال ليش عور راسي دكتور، متعب التخطيط صراحة ما أقدر. لماذا نسأل أنفسنا؟ الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الصبر، كم مرة ذكر الصبر في كتابه الكريم؟ فإذا نحتاج إلى أن ندرب عقولنا. في قاعدة في تطوير الذات تقول: ما ممكن للغير فهو ممكن لي. أي إنسان قدر يتعلم أي مهارة أنا أقدر أتعلمها. ما ممكن للغير فهو ممكن لي. لابد مسألة هذا الفشل، يعني البعض يبقى ينجح بدون ما يفشل، وأول فشل ممكن يواجهه ينسحب وبلا تخطيط وبلا لا، الفشل أول خطوة من خطوات النجاح تكون موجودة عنده. عوامل أساسية للتخطيط: أولا وأهم نقطة الوقت، ثم الوقت، ثم الوقت. لا يشك أحد بأن الوقت هو الحياة، فعمر الإنسان عبارة عن أيام، مثل ما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضه. ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضه. المؤسف عندنا بعض الأشخاص
يتفننون كيف يقتلون هذه الأيام، أو بمعنى طريقة أخرى هم ياسين يقتلون حياتهم بدون ما يحسون. العمر يمضي ما بيتوقف ولا نستطيع أن نوقفه، لكن ماذا نستطيع؟ نستطيع أن نوجه هذا الوقت وهذا العمر بالاتجاه الصحيح. كيف؟ من خلال التخطيط. وأنا أقول دائما الشخص الذي لا يخطط، الشخص الذي لا يخطط أنا أقول له في خطة ثانية موجودة جاهزة، جاهزة، خطة جاهزة على طول، بس وقف عن تخطيط في خطة أخرى وهي خطة الفشل. جاهزة، لا تعب ولا مشقة. وقف، حين توقف أنت عن تخطيط تلقائيا حياتك تتوجه إلى ماذا؟ إلى خطة الفشل تلقائيا. لا نرد نشتكي على الزمن ونشتكي على العمل ونشتكي على الأسرة ونشتكي ونشتكي والظروف. راجع ذاتك، فإذا لم تخطط هي حياتك ماشية ماشية، العمر بيمضي بيمضي. إذا لم تمشي هذا العمر وتوجهه بالاتجاه الصحيح من خلال التخطيط، إن تركته تلقائيا يتوجه لاتجاه الفشل. والخيال لك، والخيال لك. الأيام ما هي لساعات ودقائق، لهذا على المرء أن يتفكر أين يذهب يومه. للأسف الحين نحن ما نقول أين يذهب اليوم، نحن بعض الشخصيات نسألهم سنوات ضاعت من عمرهم شو سويتوا، والله بعضهم سنين ضاعت من شو سويتوا، شو تقدمتوا، شو أنجزتوا، شو أعطيتوا مجتمعكم، شو خدمتم الأسرة. اسأل نفسك ماذا قدمت لهذا المجتمع، ماذا قدمت لأسرتك؟ قدمت جزء بسيط، 1%، 2%، 3%؟ أنا لا أطلب 100%. هل اللي قدمته يستحق مع العمر اللي ضاع، من السنوات اللي ضاعت من عمرك؟ لاحظوا هذه الحسبة، ومن أخذها مثلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماذا؟ عن أربع، عن أربع خصال: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أربع أشياء سوف تسأل منها يا ابن آدم. نص الأشياء هذه هي تعتمد على الوقت، وهي ماذا؟ عن العمر فيما أفناه، وعن الشباب. أنا بسألكم، السنوات اللي مضت ماذا حققت فيها؟ الخيال لك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو جبت حسبة افتراض على مثل ما صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، يعترض أن واحد عمره 70 سنة، افترض 70 سنة، حسبنا لو أن هذا الإنسان ضيع 5 دقائق يومية من عمره، 5 دقائق فقط، يعني كأنه ضيع 3 أشهر. لو هذا الإنسان ضيع ساعة واحدة يوميا، كأنه ضيع 3 سنوات من عمره. لو ساعة واحدة في اليوم، سألوا أنفسكم اليوم كم ساعة تضيعون؟ ولما أقول ضيع، يعني مش معناته كل عمل عمل عمل، لا، يعني في مجالات الحياة اللي نحن نتحدث عنها. هذا هو التخطيط في حياتكم، ياريت تركزون عليها وتكتبونها. جلسوا مع أنفسكم 7 مجالات في حياتكم، اسأل نفسك وسألي نفسك أختي، ماذا أنجزتي في 7 مجالات في الحياة؟ أكتب بورقة أهدافي أقسمها 7، ولا بد تكون 7 هذه بشكل متوازن. أولا من ناحية أسرية، علاقاتكم الأسرية. ثانيا أموركم الدينية والروحانية،
ثالثا علاقاتكم الاجتماعية، رابعا الصحية، أهداف صحية، خامسا أهداف مالية، سادسا أهداف مهنية، سابعا أهداف شخصية. 7 أشياء. وهنا لما نقول النجاح لابد أن يكون عندي نجاح كامل، يتكون هذا النجاح من 7 أجزاء: نجاح اجتماعي، نجاح أسري، نجاح صحي، نجاح ديني، نجاح مالي، نجاح مهني، نجاح شخصي. ويخطئ الكثيرون حين يعتبرون النجاح المادي أو المهني أو أحد مجالات فقط يعتبر نجاح، خطأ. يعني مثلا البعض في الوظيفة، وأنا ما ضد الوظيفة ولا ضد مثلا حتى أمور مالية، يتعب في الوظيفة وطول وقته مع الوظيفة، يهمل الأسرة، يهمل العلاقات الاجتماعية وغيره وغير كل وظيفة، وجلس في الوظيفة تقريبا هو كل وقته في هذه الوظيفة، مضى تقريبا من عمره 10 سنوات. اكتشف بعدين أن الأسرة ضايعة، اكتشف بعدين على أن علاقاته الاجتماعية سلبية، اكتشف بعدين أن جسده متدهور وصحيا غير لائق. هل يستطيع يرجع 10 سنوات في الخلف ويعيد هذه الأشياء؟ لا. حياتي وزعها في 7: كل 3 أشهر، كل 6 أشهر أسأل نفسي ماذا تقدمت. الناحية الاجتماعية، كيف علاقاتكم الاجتماعية؟ كيف تواصلكم؟ كيف ذكائك الاجتماعي؟ كيف تواصلك مع المجتمع؟ ماذا تركت بصمتك في المجتمع؟ ما هو دورك في المجتمع؟ شو أعطيت مجتمعك؟ شو هي علاقاتك؟ أنت تعرفون أن نجاح في الدراسات أثبتت أن نسبة 80% من نجاح الأشخاص يعتمد على ذكائه الاجتماعي، يعني على علاقات الاجتماعية. 80% من نجاح يعتمد على ذكائك الاجتماعي، و20% على الذكاء المنطقي. لهذا دائما نقول لا تهملون علاقاتك الاجتماعية، بحجة أنه والله الظروف، بحجة والله أنه ما في وقت، بحجة أنه والله أنا ما أريد أن أتعمق مع الآخرين كل صغيرة وكبيرة، بس ابني علاقة، اترك بصمة، اترك بصمة إيجابية في حياة الآخرين. هذا المجال الاجتماعي. أرجع حق المجال الديني. لما أقول مجال الديني وضع خطة في المجال الديني، لا يجيني شخص يقول والله من أهداف الدينية أن أؤدي الصلوات الخمس، هذا ليس هدف ديني، هذا أساسا فرض علي لابد أن أحققه، ما في يمكن وبيمكن. الهدف ممكن أحققه وممكن لا. هل بالمنطقة السنة هاي أنا ممكن أصلي والسنة هاي ممكن أصليها؟ الهدف الديني يعني معناته في النوافل، يعني قراءة شيء من القرآن، محافظة على الأذكار، النوافل، أداء عمرة، صدقات، لكن ديني والله الزكاة وأصلي الخمس وأصوم شهر رمضان، هذا ليس الهدف الديني، هذا أساسية في حياتي. فأشوف أموري، لأن أشوف الإنسان بالناحية الروحانية أفضل الطرق الواحد أساس يتعامل مع مشاعر السلبية هي ماذا؟ من خلال الأمور الروحانية وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، مع ربه. في مختلف الأديان، أكثر من خلال الأديان، بمختلف الأديان دائما يوصلون على الأمور الروحانية. فإذا شوفوا أنفسكم من الناحية الدينية، كيف هي علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى؟ 2، إذا اجتماعي وديني. نأتي إلى النجاح الأسري، ضع خطة للأسرة، شوف أبنائك، شوف علاقاتك مع شريك الحياة، شوف علاقاتك مع الوالدين، شوف علاقاتك مع أختك وأخوك، شوف علاقاتك مع أفراد الأسرة، كيف هي؟ أبنائي هل هم يتقدمون في تحصيلهم الدراسي؟ أبنائي هل هم يمتلكون الأخلاق والدين والعلاقات الاجتماعية؟ كيف هم أبنائي؟ كيف هم شريك الحياة؟ كيف هي علاقتي مع شريك الحياة؟ أنظر لهذه المواضيع. أدشن الأسرة، يعني في دراسة كندية أثبتت على أن تقدم أي مجتمع يعتمد على الترابط الأسري. أي مجتمع،
وأي دولة تقدمها يعتمد على العلاقات الأسرية أو الترابط الأسري. فشوفوا علاقاتكم الأسرية. أي حق النجاح المالي، أمور المالية، أشوف لي شهرياً توفير، أشوف ماذا أوفر. انتبهوا من قاعدة الفاشلين والتي تقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. قاعدة الفاشلين، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. انتبه لهذا المال، هذا المال لما ياني ما ياني من الطريق، تعب، صرفت جهدي، صحتي ووقتي، فمن بيعوضنا عن الوقت وعن الصحة؟ أنا لا أقول لا أريد أنك تبخل البخل ولا أريد الإسراف. لا تجعل يدك مغلولة عن عنقك ولا تبسط كل البسط، أريد الموازنة. والموازنة دائما تقول أن 70% من دخلك الشهري يكون مصروفات، 30% يكون من التوفير. البعض يقول لا دكتور مستحيل ما أقدر أعيش بهذا. أنا مثلا واحد نقول افترض أن راتب 10,000 يورو مثلا، نفترض أوفر 7,000 يورو في مصروفاتك، 3,000 يورو مثلا يكون عندك كتوفير. لا مستحيل، لا ما أقدر، صعبة. والله ما دام أنك أنت حكمت صعبة فأنا أقول لك صعبة. المال لم يأتيكم من فراغ أخواني وأخواتي. أنا الآن أصرف في شبابي، الأسرة قليلة صغيرة، بعد ما أكبر الأسرة تكبر، وأنا بكبر سني بحتاج إلى الراحة. بعدين بذمكم الذل، لما أشوف إنسان، نفترض أنك واحد مر في طريقة ومشى في الطريق فوجد رجل مسن ما يقارب عمره 80 سنة وقاعد يشيل في الطابوق وفي الرمل وفي كذا، 85 سنة، وأنت أو أنت جالس تشوفين هذا الرجل المسن، بيخطر سؤال داخليا في نفسك، بتقولين هذا شو سوى في عمره 85 سنة وبعد في هالحالة؟ تعرفين شو سوى في عمره؟ سوى اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الجيب. ما في توفير، يصرف الدرع، والبعض يصرف المبلغ هذا إلى حتى يعني البعض يفتخر أنا الحمد لله يا دكتور ما يخلص شهر إلا راتب الحمد لله على آخر شهر يكفيني، يعني يعتبره إنجاز. هو بالنسبة لغيره إنجاز، غيره من أول شهر مصاريف. أموركم المالية مهمة، عيد وكرر، المال اللي جاكم ما جاكم منه الطريق، المال اللي جاكم صرف من وقتكم ومن صحتكم. فأسأل ماذا تقدمت؟ يعني إحدى مرات جالس بعض الأخوة 10 سنوات أو 10-15 سنة يشتغل، أقول له شو سويت في الحدود 15 سنة؟ وحك كده شو؟ قال إيش سويت يا دكتور؟ بالعكس، قل لي شو من الديون اللي عليك؟ زي من الديون مسوي استثمار عقار؟ لا يا دكتور، إيه عقار؟ كل يوم أسافر بلاد وعندي السيارة الفلانية وعندي ما أعرف شو وبس. يعني مصروفات للكماليات. انتبهوا لأموركم، هذه هي حياتكم. وأنا ما أحث على البخل، بسيط، 70% من دخلكم اجعلوه كمصروفات، 30% اجعلوه كتوفير. توفير يما تجعلونه في حساب بنك آخر، وهذا الحساب وهذا البنك لا فيه بطاقة، لا فيه تطبيق عن طريق التليفونات. يعني حتى الحين ما شاء الله البنوك ما قصروا، موفرين علينا كل الطرق عشان نصرف. انسوا، اعتبروا هذا، نحن نقول بدل ما يعني شو نقول نحن بلهجتنا في الإمارات، سميها حق اللي يسوى واللي ما يسوى. يعني تسأل اللي يسوى واللي ما يسوى، أعطاك واللي ما أعطاك، احفظ ما وجهك. أقل شيء لا قدر الله احتجت عندي مبلغ أصرف منه، أعتبره كدين وأرجع. أمور مالية شوية يحتاج لها موضوع كبير. إذن تكلمنا عن العلاقات الاجتماعية، نجاحك الاجتماعي، تكلمنا عن نجاحك الديني، تكلمنا عن نجاحك الأسري، تكلمنا عن النجاح المالي، بقالنا النجاح المهني. شوفوا أنفسكم في الوظيفة، في عملكم، بماذا تقدمتم، ماذا أنجزتم، شو المهارات اكتسبتوها، شو الدورات اللي أخذتوها،
شو تقريرك العام الماضي عن السنة؟ شو هي الترقيات اللي حصلتها؟ اسأل نفسك. إذن وسادسا، النجاح الصحي، هذا الجسد، هل أنا أمارس الرياضة؟ هل أنا مواظب على الفحوصات الدورية لهذا الجسد؟ هل أنا أحاول أن أتخلص من بعض الأمراض التي تكون موجودة؟ هل أنا أحافظ على صحتي؟ لأن أساسا هذا الجسد يحوي هذه الروح، اهتموا بهذا الجسد. النظام هذا سادسا. سابعا، النجاح الشخصي، سألوا أنفسكم في أموركم، في هواياتكم، في أموركم الشخصية. فهذا هو التخطيط. هل هو موضوع صعب؟ ما بذيك الصعوبة، بس المشكلة وين؟ المشكلة في هذه النفس الأمارة بالسوء، هنا المشكلة. فلابد نتعلم هذه النقاط في مسألة ده. نكون عندنا نوع من التوازن في مجالاتنا، ودائما وازن ما بين عواطفك وعقلك في سلوكك وأدائك ومشاعرك. نحن نحتاج إلى نوع من الموازنة. متى تكون موازنة؟ لما العقل موجود في شيء، في علم، في مهارات، في خبرات. أما إذا كان العقل مصفر أكيد بتطغي العاطفة، أكيد. فلا بد نقضي هذا العقل وهذه المعرفة التي تكون موجودة لدينا. نسعى دائما للتميز والنجاح. لما أقول أهداف، لا بد يكون الهدف واضح. في مختلف مجالات الحياة السبعة، الموضوع يعني البعض بياخذ الموضوع شوية صعب، موضوع صعب. ابدوا في مجالات، أنا ما تكلمتكم عن الأمور الإحصائيات والفيزيائيات ما تكلمت، تكلمت عن أمور علاقات أسرية، اجتماعية، وظيفية، مهنية، صحية، دينية، شخصية، ما تكلمت عنها. فأحط هدف واضح، هذا الهدف قابل للقياس، يعني أقدر أحقق أشوف هل أنا تقدمت وما تقدمت. وبعدين هذا الهدف يكون عملي واقعي، واقعي يعني ممكن أحققها واستطيعها. ثم يكون هذا الهدف طموح، مش هدف أن أدمر وأرجع للخلف. وكذلك والنقطة المهمة، لابد أني أضع تاريخ إنجاز محدد. كثير يحطون أهداف، يحطون أهداف وخطط ما شاء الله عليهم، لكن لما التنفيذ متى؟ لما الله يفتحها يا دكتور. بتزيب سوي يصير خير إن شاء الله يا دكتور. بعدني الخطة موجودة الحمد لله يا دكتور، بس إن شاء الله تري الظروف تتعدل عقب أنفذ. أقول الله يعينك، تتعدل الظروف إن شاء الله لما تكمل 8 سنة. عندي مربع الأولويات مهم، يعني هذا الأولويات روح يحتاج منه وقت طويل نتكلم فيه، بس الإنسان دائما يعيش في مربع عاجل وغير ضروري. شو معنى عاجل؟ طبعا عاجل وضروري يعني معناته ان انا اعيش في الطوارئ. هذا عاجل وضروري يعني ازمات، مشاكل ضاغطه، مشاريع تقترب النهايه، دائما اعيش في نوع خوف، هلع، الناس ما تقدرني، ما حد يقدر مشاعري، ما حد يعمع. دائما ليش؟ اجل اعمالي اخر شيء، اجلها لاخر لحظه قبل تسليمها بايام او بساعات، أركض. فشو بتحس؟ يعني الإنسان عنده وقت وعنده عمل. إذا أنا وقتي قضيته في غير هذا العمل، شو بيصير؟ قضيت الوقت انتهى، بقى العمل. العمل وين برميه؟ وين برميه؟ برميه في مربع عاجل وضروري. مشيت بعد أسبوع، يعني عمل صار هذا العمل وعندي وقت. شو صار؟ الوقت قضيته في أمور تافهة والعمل رميته، وظليت أرمي هذا العمل وأجل 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 لما تضخم الأعمال علي. وشو بيستوي لي؟ بشعر بماذا؟ يا إما مستشفى، يعني الناس ما تقدرني، يا إما تعب، يا إما ضغط والحياة فيها واحتراق أزمات، ويعني إنسان اللي يعرف مثل يقول شو بيسوي؟ اللي يطفي النار. ليش ما أنجز أعمالي أول بأول؟ أنجزها ما دام أساسا علي، شو السبب أجلها؟ بس هي المشكلة في هذه النفس الأمارة بالسوء، والتي دائما ترقب بماذا؟ بالتأجيل. إذن مربع عاجل ضروري يعني مربع الطوارئ، يعني الإنسان يأجل أعماله إلى آخر لحظة ويرد يعملها، فيعيش في نوع من القلق والخوف، وطبعا حتى الجودة تعبانة. المربع اللي احنا نتكلم عنه مربع عاجل وغير ضروري، يعني أؤدي أعمالي بأوقاتها، وغير يعني أؤديها بمسألة هي غير ضرورية
وأديها بغير وأنا غير مستعجل، وأنا غير مستعجل، ضروري وغير عاجل، مربع اثنين. نقول الصلاة، الصلاة وين تكون؟ في مربع عاجل وضروري ولا غير عاجل وضروري ولا غير عاجل وغير ضروري؟ ولا الصلاة تكون في غير عاجل وضروري، صلاة ضرورية وأؤديها وأنا غير مستعجل. متى أؤدي صلاتي وأنا غير مستعجل؟ لما أؤديها في أوقاتها. لكن مثلا عند صلاة الظهر وأجلت وأخرت وباقي حوالي 5 دقائق أن يؤذن صلاة العصر، سرعة 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 سرعة، ليش؟ لأنه ضروري، عاجل وضروري، عاجل وضروري. شو بتكون الصلاة؟ يؤديها وأنا مستعجل. فدائما تعودوا أنكم يعيشون في مربع اثنين، وهو مربع غير عاجل ضروري، يعني معناته ضروري أؤدي أعمالي وأنا غير مستعجل. متى أؤديها وأنا غير مستعجل؟ لما أؤديها في أوقاتها. أساس أركز على هذه الخطة اللي أنا بوضعها في 7 مجالات الحياة، أولا أتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا تخطيطكم اعتبروه لله، وأنا نصيحة دائما أي عمل اعتبروه لله، ما دام لا ضرر ولا ضرار، حتى مع أبنائكم هو لله. أنا يعني الوالدين يبرون في أبنائهم ويتعبون مع أبنائهم، أنا والله أريد أكون ابني بار، لا، أولا لله سبحانه وتعالى، لأن قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم لأبنائكم. علاقات الاجتماعية مع الآخرين، ما أدرك والله فلان عمل فيه معروف إن شاء الله يبين فيه، أنا ما أريد فلان يبين فيه هذا معروف، أولا لأن الله سبحانه وتعالى لله، ثم لفلان، بحيث لو فلان أنكر فين المعروف وما وإنسان جاحد ما يصيبني نوع من الجحا، من نوع من الألم، والله الدنيا ما فيها خير، تعمل خيرا تلقى شرا، يطيح بعض الفلسفة هذه اللي. فاجعلوا جميع أعمالكم لله، ثم حددوا وقت، يعني اليوم حطيتوا هذه الخطة، حددوا أوقات، نظموا أوقاتكم، شوفوا مجالات حياتكم بماذا تقدمتم، وانتم في اعمالكم بعد ذلك فكروا في الفوائد والمنافع التي ستحصل عليها. ديك النفس الاماره بالسوء، الحين تخطط ليش؟ تعور راسك ليش؟ شو بتستفيد؟ دائما دائما فكروا بالاولا بان هذا الوقت اذا انا قضيته بعشوائي بس انا يصيبني نوع من الالم، نوع من الهم والحزن، غير الاعمال المؤجله عليه، غير ان الناس تمشي وتتقدم وتنجح وانا جالس مكاني. انتظر الفرصة، ما أعرف الفرصة هاي متى بتجي. ففكروا في الفوائد والمنافع ستحصل عليها عند اكتمال العمل، ولا تفكر في العوائق والعقبات. البعض يفكر أول ما يبدأ مشروع أو يبدأ بفكرة، والله يا دكتور أنا بصيبني، أنا ما أخاف أني في عندي عقبة، في عندي عائق، وأنا ظروف في كذا وكذا وكذا، يفكر بالعوائق ولا يفكر بالمنافع. فما دام أنا فكرت بالعوائق يعني معناته بصيبني نوع من الإحباط وما بشتغل. نقطة رابعة، ابتكروا أساليب جديدة في إنجاز حياتكم، كفاكم من الروتين الممل، في أشياء جديدة، ابتكروا أشياء جديدة. بعد ذلك تجنب من المقاطعات عند مباشرة الأعمال. أنا أقول لكم أول ما تبدون بعمل تبدأ المقاطعات، المقاطعات هي اللي تقطع عليكم العمل على أساس ما تشتغلون. يعني واحد في وظيفة يبقى يشتغل في عنده ملف ويشتغل في هذا الملف، فهي بعض المقاطعات، بعض الأشخاص في العمل شغلتهم بس يروحون المكاتب يشربون شاي ويضيعون على الآخرين. فيا عند هذا الإنسان اللي يشتغل، يا هذا اللي نحن نطلق عليه من المقاطعات يبقى يقطع عليك عملك. إنزين وكيف أحاول أتخلص، أحاول أرد بطريقة سلبية إيجابية، بطريقة لبقة كذا، أو أنجز أعمالي، لأن المقاطعات كثيرة في حياتنا. فما دام أنا باشرت هذا العمل أبدأ فيه، عندي نزهة مع عيالي أطلع مع عيالي، خلاص دقيقة الأربعاء لكم سنظهر اليوم، لا خلاص عندي أعمال في تكمية مشروعي مع كذا، أبدأ في مشروعي، حطيت هدف أركز عليه وأتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعد كذلك نقصد التزام الصبر والهدوء مع قوة الإرادة وعدم تحميل للنفس فوق طاقتها. أنا ما أريد عمليات تخطيط، عمليات أرهق نفسي، تخطيط يعني العكس، تخطيط يعني رفح عن نفسي. ليش؟ أني أعطيت هذه الناس مجموعة من الأوقات، أحتاج إلى صبر ولا هدوء، أتوكل على الله سبحانه وتعالى. بعدين النقطة السابعة، عدم انتظار الحوافز والثناءات التي يقدمها الآخرين.
انا بشتغل على اساس الاخرين يشكرون فيني ويمدحوني ويعطوني تقارير امتياز وشهادات تقدير، انا اعمل لله سبحانه وتعالى. حلو الواحد يثني علي، الواحد يشكر علي، لكن حط الهدف الثاني مش الاول. استخدام اسلوب 7 دقائق، هو اسلوب 7 دقائق اعمال، يعني بماذا انا عمل اريد انجزه بس متردد. اعطي نفسي مده 7 دقائق في عمل هذا، اخلص في هذا العمل 7 دقائق، 7 دقائق وباشر في هذا العمل. بعد 7 دقائق شفت عمري ما قدرت اكمل، ممكن واشوف شو هو القرار اللي متخذ فيه. طبعا في عوائق للتخطيط وهي الفوضى والتسويف، كذلك عندنا مشاعر الفشل، عندنا عدم الثقه بالنفس، يعني كل هاي المواضيع كلها ممكن التاجيل والتسويف وما شابه ذلك. انتبهوا من المشاعر السلبيه والافكار السلبيه، امر طبيعي ممكن تدينا وتحبط من معنوياتنا. اذا انتبهوا، استعيذوا من العجز ومن العجز والكسل وما شابه ذلك. جزاكم الله خير. استاذ عبد الله، ان شاء الله التزمت بالوقت، نبدا حق الاسئله والحوارات والنقاش. معك استاذ عبد الله المايك. يسعدني طبعا متابعتكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي موجوده في سواء في الانستغرام وفي الفيسبوك، على قناتي في اليوتيوب، على قناتي في التليجرام موجوده في كل لقاءاتي، وقناتي في صفحتي في الفيسبوك وعلى الانستغرام، فيسعدني متابعه، وكذلك على الواتساب الارقام اللي هي موجوده، ارسال رسائل قناه على قناه ذات اسره مجتمع. والان المايك معك اخوي عبد الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور على هذا العرض الجميل المبسط الذي استفدنا منه كثيرا، صلى الله يجعله في ميزان حسناتك. الاخوه والاخوات الحضور، من يريد السؤال يرفع اشاره. ممكن الأسئلة موجودة على هذا تمام يا نشاطي. دكتور، سأتلو على فضيلتكم الأسئلة. يعني هو كل الرسائل في البداية ترحيب بفضيلتكم. تمام. في سؤال، هل الرغبة في النجاح كافية حتى لو لم تكن كل الظروف مواتية للنجاح؟ هذا سؤال من الأستاذة مروة صالح. إنزين، وجدت هذه الرغبة بس بدون عمل، شو فائدتها؟ أنا وجدت، أنا عندي، ما حد في أساساً، ما في شخص فينا ما توجد لديه الرغبة في النجاح، لكن ليست في الرغبة فقط، الرغبة لابد أن أترجمها بعمل، لابد مترجمة بعمل. إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. موجودة الرغبة، هنا لما نقول رغبة وخيال، الرغبة موجودة لكن الخيال يقول لي الظروف صعبة، الخيال يقول لي أنت ما تقدر، أنت ما تقدرين، الخيال يقول لي أساسا مستحيل تبدأ تخططي في حياتك. فإذا لابد أتعامل مع هذا الخيال، أتعامل مع هذا الخيال، الخيال بماذا؟ بالمعرفة، أكتسب مهارات، أتعلم إدارة الوقت، أتعلم شو المهارات اللي أنا أريد أحقق فيها في طموحي، أكتسب مختلف المهارات. إذا وجود الرغبة وخيالي طاقي على رقبتي وهو خيال سلبي، أكيد ما بحقق شيء. أريد خيال إيجابي، خيال إيجابي بمعناته أني أنا أمتلك المهارات والمعرفة لكي تحقق هذه الرغبة. نفس صاحبنا اللي كان يمشي فوق على خشبة فوق البناية في الدور العاشر، كان قبل تحت يمشي عادي على الخشبة. ليش؟ لأن الرغبة يريد يمشي على الخشبة ويوصل إلى الجهة الأخرى. خياله شو يقول له؟ عادي ارتفاعها 50 سنتي، يعني لو طحت شو بيصير؟ بسيط، خيال عادي. فإذا لابد، ولما شلينا نفس الخشبة على الدور الثاني أو في الدور العاشر وضعنا نفس الخشبة، شو صار؟ الرغبة يريد يوصل إلى الجهة الأخرى، لكن خياله شو يقول له؟ مستحيل، أنت بتسقط من فوق بتموت. أساسا بديك الرهبة والخوف، ويمكن ينكسر الخشب، وممكن وممكن وممكن. فإذا خيالي، رغبتي، لابد أن أترجمها بأفعال. أما هي موجودة بدون أفعال
مثلا يقول، مثلا اللي يقول عندنا والله عندي سيف بس سيفي فوق جبل، عشبه. تفضل صاحبي. يعني كل التعليقات يا دكتور تسني ما شاء الله على هذه المحاضرة، تمام؟ من بعد هذه التعليقات، تخطيط الوقت ووضع خطة مدروسة تواجهنا جميعا الرغبة المتذبذبة، إيه الحل يا دكتور؟ لابد اولا الرغبه هذه اذا تكلمنا عنها، ان اولا هذا العمر يمضي عني. اولا ان اللي اعمله هو لله سبحانه وتعالى. اكتسب مجموعه من المهارات. اتعلم. انا ما مستطيع ان اقول حق واحد يخطط سواقه السياره واقول عندك مفتاح السياره وسوق روح سوق السياره وهو اساسا ما عنده المهارات. فشي يصير؟ نعطيه مجموعه من المهارات اساس يكتسب اساس ياخذ رخصه سواقه السياره. فأنا أقول لكم التخطيط يحتاج إلى رخصة، حياتكم تحتاج إلى رخصة، وهي اقرأ. فيحتاج مني إلى مجموعة من المهارات. أنا ممكن محاضرات اليوم ساعة ما بتكفيني. هل يعقل أن محاضرة ساعة ممكن تعطيني أن أخطط حق سنة كاملة؟ لا. فالمطلوب مني أنا الآن أزرع البذرة في ذاتي بأني أنا أريد أن أكتسب مهارات التخطيط والرقبة وكيف أتعامل مع هذه النفس الأمارة بالسوء. اخواني اخواتي، هذه النفس الاماره بالسوء انا اطلق عليها بالطفل المدلل اللي موجوده في ذاتنا. بضرب مثال، لو كانت هناك ام وهذه الام لديها طفل ما يقارب عمره 4 سنوات وهي تحب هذا الطفل لكن مدللتنا دلل اخر دلل. راح هذا الطفل يروح المدرسه، ظل هذا الطفل يبكي. الام ما تحملت بكاء الطفل فقالت لأخوانه اتركوه. راح هذا الطفل يريد يلعب في الشارع العام، أتوا أخوانه على أساس يرجعون المنزل، جلس هذا الطفل يبكي. الأم ما تحملت بكاء ابنها فقالت اتركوه يلعب في الشارع. راح هذا الطفل يلعب في المطبخ بالسكاكين والغاز، أرادوا أن يخرجوه من المطبخ، جلس الطفل يبكي. الأم ما تحملت بكاء الطفل فقالت اتركوه. الآن نحن جميعا نؤمن بأن هذه الأم تحب طفلها، لكن هذا الحب ماذا سيؤدي؟ إلى هلاك هذا الطفل. كذلك في نحن، ودائما إذا نصحنا هذه الأم ننصحها بماذا؟ انتبهي لابنك، تعلمي مهارات مع الطفل، حوازني ما بين العقل والعاطفة، اكتسبي خبرات كيف تتعاملي مع أبنائك، اكتسبي خبرات عن تربية الأبناء، ننصحها هكذا. ولا أحد فينا يريد أن يكون حالك حال هذه الطفل، لكن لو قلت لكم بأن جميعنا حالنا كحال هذه الأم، موجود في ذاتنا طفل مدلل وهي النفس الأمارة بالسوء، أول ما ترقمون بالتخطيط وتكتبون يصيبكم نوع من الإحباط والتعب والإرهاق والأرق. أول ما تبون تبدون أي نشاط رياضي يوم يومين بعدين تتراجعون. فهي هذا الطفل المدلل، أنا دائما أقول ضعوا العاطفة في حلقة وهي العقل، بس العقل هذا يكون مقضاي بالمعرفة. في السؤال، تفضل. هذا كم كلامك يا دكتور؟ لا لا خلاص تفضل معي. السؤال يقول إذا كانت هناك الرغبة في العمل ويقابلها من يقوم بإحباطك باستمرار وإدخال اليأس إليك ويكون من الأشخاص المقربين منك، فكيف يمكن التصرف؟ في قاعدة ويريد يكتبونها. حين هذا القاعدة تقول حين يصعب علي تغيير الواقع، حينما يصعب علي تغيير الواقع فماذا أغير؟ أغير نظرتي للواقع. حينما يصعب علي تغيير الواقع أغير نظرتي للواقع. الآن أنا محبط بأشخاص سلبيين، وقد يكونون من أقاربي، قد يكونون والدي، قد يكون شريك الحياة، قد يكون شقيقي، ما قادر أتعامل معهم. هل أغيرهم؟ ما قادر. هل أغير شريك الحياة ويب زوج مثلا شريك حياة آخر؟ هل أغير والدي؟ ما قادر. فحينما يصعب علي تغيير الواقع ماذا أغير؟ أغير نظرتي للواقع. غيري أو غيرت السؤال نظرتك لهؤلاء، يا إما هم ما عندهم ذيك الثقافة، هم هذا مستواهم في الناحية العلمية، انظر نظرة شفقة، انظرهم اي موضوع، بس لا تمتص افكارهم. دائما تكون كالزجاج. انا لو اجيب ما عندي هنا زجاج، مثلا لو مثلا عندي هذا، البعض في يصير
عندها يكون كالاسفنج مثلا، هذا الاسفنج ولو ابلله بالماء ايش يستوي؟ يمتصه. انا ما اريد اكون كالاسفنجه، امتص افكار هؤلاء السلبيين، لاني اذا امتصيت اخر شيء ابتلت هذا الاسفنجه وانتهت. لابد ان تكون كالزجاج، اجيب اي زجاج مثلا، لو موجود عندي زجاج وارش عليه ماي ما يمتصه، يمر الزجاج في سبيل، يمر الماي في سبيله، لكن الزجاج يظل مثل ما هو. فمع هؤلاء لابد ان اكون كالزجاج، اتعلم مهارات يمكن في بدايتها بتكون صعبه، لكن يحتاج مني مجموعه من المهارات اتعلمها. وهنا لما اقول يكون عندي اكتسب خبرات واتعلم، فلا تكون كالاسفنجه في امتصاص الغرق. تفضل. في آخر تعليق يا دكتور من الأستاذ نايف: قاعدة التركيز ل7 دقائق، رجاء أعدها واضرب لنا مثال عملي من الحياة. طبعا في 7 دقائق هي قد تكون لها وجهتين. وجهة أولى أني أنا أمارس هذا العمل لمدة 7 دقائق، يعني أنا مثلا عندي موضوع ملف وأريد أنجز هذا الملف، أول ما يد أفتح هذا الملف نفسيا أنا تعبان، أنا مرهق. إذا طيب أضحك على الطفل المدلل الموجود في داخلك، اشتغل فيه 7 دقائق، بس 7 دقائق. أنتم بتلاحظون أحيانا بعض الأعمال بدايتها ما نرفضها، لكن بعد أعطي نفسك اشتغل في هذا الملف في حدود 7 دقائق، بعد 7 دقائق هل أنت تستمر أو لا تستمر؟ طيب أعطي نفسك في أي عمل، يعني بقول ممكن نحن مثل الطفل اللي نقول له يروح المدرسة، روح المدرسة إن شاء الله الحصة الأولى أنا بمر عليك، يروح الطفل هذا الحصة الأولى، نحس أن الطفل اندمج في المدرسة ويكمل مساره. أنا أقول ليش نحن، ليش أنا أطلق على هذه النفس الأمارة بالسوء؟ الطفل هذا النفس ما تكرهنا، بس المشكلة تحب تعيش بعشوائية وفوضى ومريحة نفسها آخر شيء. ف7 دقائق اعمل العمل مدة 7 دقائق، وبعدين شوف نفسك هل تستطيع أن تكمل أو تتركه. هذه طريقة. الطريقة الأخرى يعني مثلا جاك صاحبك، والله أريدك أتصل فيك، أريدك تروح معي البلد الفلاني حدود ساعة، لا ترد عليه مباشرة، لا ترد عليه مباشرة، قل له شوية عطني شوية برد عليك، لا تقول له 7 دقائق. إذا قلت 7 دقائق بيقول أكيد هذا حضر محاضرة عند الدكتور شافع ويعرف الخطة. قل له شوية برد عليك، أنت اجلس مع نفسك حدود 7 دقائق، فكر. أنت ما تلاحظون أحيانا بعض المهام نحن حاطينها في بالنا ننساها، لكن من بعد ما أعطي الآخرين وعود أتذكر، أو أنا أعطي العائلة أني أروح أوديهم السوق، الحين شو أسوي؟ أعتذر منه؟ أعتذر من العائلة؟ فأعطي نفسك حدود 7 دقائق، فكر هل تروح معاه أو لا تروح معاه. بعد 7 دقائق شوف نفسك وين تكون لك الرغبة. وهذا طبعا موجود حتى في السيرة صلى الله عليه وسلم، موجودة في السيرة صلى الله عليه وسلم، لما وهي موجودة في أين؟ في الاستخارة. في موضوع محير النق، بس طبعا مش أي موضوع، واحد ما يتخلي مشروع بالملايين وياه ويحط على 7 دقائق لا، بعض المشاريع تحتاج الى تفكير وخطه وتنظيم واشياء كثيره، لكن في مشروع عادي طبيعي يعني محير النك، وموضوع محير النك يقول صلى الله عليه وسلم انه روح صل صلاه الاستخاره. لو حسبنا صلاه الاستخاره تقريبا ما تعادل حدود 7 دقائق. فالقصد في هذا دائما لا تستعجلون في اصدار القرارات، أعطوا نفسكم لمدة 7 دقائق قبل أن تصدرون الأقرار. حتى في العمل لا تستعجلون في رفض الأعمال، ما دام عمل موجود عندي أحاول أنجز هذا العمل في حدود 7 دقائق. بعض الدراسات تقول بأنه العقل خلال 7 دقائق ممكن يستوعب أكثر، يعني بعض الدراسات هذه. فهذا موضوع 7 دقائق. تفضل أخي عبد الله. عندنا دكتور آخر مداخلة من الأستاذ محمد جدة، تمام؟ أرجو أن تكون في دقيقتين ثم بعد ذلك
الأستاذ محمد جدة، اتفضل. الأستاذ محمد جدة، هل أنت موجود معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أحمد. الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور شافع، الله يبارك فيك ورب يعطيك الله كل الخير، يحفظك. آمين يا جزاك رب. الله كل خير. والله أنا بصراحة يعني استفدت كثيرا يعني من هذه المداخلة، و الله يحفظك. أنا أيضا عضو الاستشاري للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بالسويد، شو برد رئيس عندكم الرئيس. أستاذ محمد؟ نعم، برد عندكم ولا نفس الجو حار؟ لا برد مع سكرتها ولهيبها. لا ألاحظ من كلامك تتكلم وأنت هذا، فحسيت في البرد، حسيت بالبرد اي من نعم، الصوت. فأرجو تفضل. دكتورنا الفاضل يعني ألا تبخل علينا يعني بمحاضرات يعني أخرى، يعني والله نحن نحتاج إلى ما التخطيط للسنة الجديدة، ونرجو إن شاء الله يعني ألا تبخل علينا بمحاضراتك يعني إن شاء الله في الأيام القريبة العاجلة إن شاء الله، لكي نستفيد يعني. واستفدت أيضا يعني من الإشارة اللي أنت قلتها حاليا، يعني بصراحة يعني مرات أحيانا الإنسان قد يتصل به شخص ويتخذ قرار، وربما يكون يعني عنده برنامج مع أولاده مع عائلته أو كذا، فالإنسان يعني لا السلام يتخذ عليكم. قرار نعم. بسرعة يعني أن يتراجع. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ألف شكر لك. فبدأ مشكور أستاذ محمد، وإن شاء الله بإذن الله المحاضرة بتكون معاكم إن شاء الله في جنيف في سويسرا هناك بإذن الله، بس نتريى جائحة كورونا تروح. وطبعا دائما استزادة، أنا موجود، يمكن هذا التخطيط، ويمكن في لقاء عندي على قناة اليوتيوب أكتبه فن إدارة الحياة، تكلمت بأكثر أريحية في الموضوع. اسمعوا أكثر، نحن نحتاج لهذه المهارات والله زين 11. وبعدين إن شاء الله بيظل التواصل موجود أخي محمد، بالعكس تشريف لي، وهذا واجب علينا أمانة أمام رب العالمين بأن نحن ننشر هذه المعرفة، نسأل الله القبول. تفضل. ظهرت عندنا يعني مداخلتين، أولا الأستاذ عبد الله المرزوقي، تفضل. يعني أرجو أن تكون المداخلة في أقل من دقيقة. هلا عبد الله، تفضل. مرحبا، السلام عليكم. كيف حالك عبد الله؟ مرحبا، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك، يعطيك العافية على اللقاء الجميل. مشكور يعني. ما شاء الله عبد الله طبعا من أكثر الأشخاص اللي الحضور في الدورات. الله يسلمك يسعدك. الله يرحمك. الله يتشرف الحضارات هذه الطيبة. مشكور يا عبد الله، مشكور، الله يحفظك، جزاك الله خير. موضوع اليوم شيق بعد. الله يخليك، ما شاء الله عليك، أشكر لك على الحرص هذا طلب العلم. الله يسلمك، لا لازم نتعلم منكم دكتور. الله يخليك، جزاك الله. بيكون في مرات جاية إن شاء الله في منتدى سويسرا. إن شاء الله بإذن الله. نعم. إن شاء الله. يعطيك العافية يا أخي. مشكور يا عبد الله، مشكور، الله يحفظك، جزاك الله خير. الأستاذ سامي الحمدان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين أخي سامي، كيف الحال؟ أسعد الله مساك الدكتور، وشاكر ومقدر لك على المحاضرة الطيبة والنيرة. الله الله يحفظك، جزاك الله خير، ومن غناك الله يحفظك. وياك تكرم. بس عندي إضافة بسيطة إن أذنت لي ومشاركة. تفضل. في الخطط في التخطيط الشخصي يخطئ البعض لما يعني يدرج المهام اليومية في ضمن الخطة الشخصية، لأن الخطة الشخصية الأهداف أعتقد هي الأهداف الانتقالية التي تكتب في الخطط. نعم. أما المهام اليومية فأعتقد ليست في صلب الخطة، لأن أي هدف لا ينقلني من حال إلى حال أفضل فلا يعد هدف فعلا جوهري يستحق أن يكتب في الخطة. فتعليقكم تكرما حول هالإضافة البسيطة دكتور لو سمحت. جزاك الله خير اخوي سامي. صحيح طبعا، لو انا جلست على الاهداف اليوميه وعندي 360 يوم يبالي موسوعه، فشو نصير؟ مثل ما قلت انت، عندي هدف رئيسي. اولا ممكن اوزع على شكل مجالات الحياه السبعه، ومن خلال مجالات الحياه السبعه احط مجموعه من الاهداف. انا حياتي اليوميه تحقق لي كاجزاء. انا ما احط لي والله هدف يومي مثلا اليوم التواصل الاسره بس اليوم، يعني بكره خلاص ما اتواصل مع الاسره. لابد أن هذه الأهداف هي كلها مع بعض مكملة، بس مع الوقت تصب في تحقيق هذا الهدف. هي جزئيات
ممارسة هذه الجزئيات، تحقيق هذه الجزئيات مع الوقت. يعني مثلا أنا من أهدافي مثلا أحصل على دراسة، مثلا واحد يكمل ماجستير، طيب ماجستير، لكن شو تحتاج مني؟ لماذا تحتاج مني؟ تسجيل، تحتاج مني متابعة، تحتاج مني. فما أستطيع أن أكتب كل الخطوات بالتدريج، بس الهدف الرئيسي موجود. فصحيح مثل ما قلت أخوي سامي، لابد أن هذه الأهداف الفرعية البسيطة اليومية، يمكن احيانا البعض تكون في بعض عندي مهام، يعني انا طالع للسوق، طالع للمكان، ممكن اسجلها بورقه على اساس ان شو احاول اوفر هذا الوقت، لان انا اذا طالع السوق وكثرت المهام فاتشتت، ما اعرف وين احقق. لكن ليس بمعناته ان امسك كل مهام اليوميه وكل في اليوم كم اشياء احققها، لا. انا ممكن احط هذه المهام، ممكن احط هذه المهام في تاريخ كذا وفي تاريخ كذا. الموضوع مرن، الموضوع كل إنسان له بصمة. يعني نحن نشوف حتى سبحان رب العالمين لما يوجد في بعض الأشياء في عباداته ما فصل فيها الله سبحانه وتعالى. ليش؟ على أساس ما نريد يشدد على هذا البشر، على هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور أعطانا بها كعبادات، لكن ما قال لا لازم تعمل في كذا، وما بعد تعمل كذا تعمل كذا، لابد. ليش؟ على أساس يعطي الموضوع يعني بأكثر أداء أريحية. أنا عليه في الخلاصة وعليه في النتيجة، الهدف الرئيسي أني أنا أصب فيه ويكون موجود أحقق لهذا الهدف. شكرا لك أخوي سامي، جزاك الله خير. آخر شيء يا دكتور، هناك الكثير من الأسئلة، كيف يحصلون على تسجيل المحاضرة؟ المحاضرة مسجلة على موقع الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عبر الفيسبوك، وأيضا سيتم رفعها على صفحة الهيئة على اليوتيوب وعلى الموقع الخاص بالهيئة، تمام؟ eoic.org، موقع الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية. كده انتهت الأسئلة، وأيضا بيكون إن شاء الله موجود على قناتي في اليوتيوب، على صفحتي في الفيسبوك، وعلى الانستغرام. يعني ما شاء الله كل الأماكن موجودة عندي. تمام، تستطيع أن تختم المحاضرة يا دكتور. جزاكم الله خير. الشكر الجزيل للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف سويسرا. أشكر الأستاذ العزيز مهاجري، جزاه الله خير على حرصه، وأستاذ عبد الله أشكرك على حرصك وعلى هذا التنظيم. نسأل الله أن يتقبل منا هذا خالص الوجه الكريم. أخواني أخواتي، كلمة واحدة اللي أقولها، اقرأ اقرأ اقرأ. نحتاج أن نحن نقضي عقولنا على أساس، في والله أنا أقول في أمور كثيرة قبل ما نعرفها، بعد ما عرفناها نقول سبحان الله. يعني الوقت الحاضر الحالي ليس بالصعوبة للحصول على المعرفة، سهولة أن نحصل على المعرفة، بس تحتاج منا إلى شوية إدارة هذا الطفل المدلل اللي موجود في ذاتنا. جزاكم الله خير، والشكر للجميع والحضور، سواء عندي في الفيسبوك معاكم ومعانا، سواء انستغرام، سواء في الزوم. أشكر لكم على هذا الحضور والحرص، جزاكم الله خير. وفي نهاية هذه الحلقة الممتعة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجميع المشاركين في هذا البث، إلى الدكتور شافع النيادي، المدرب والمؤلف في التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، على هذه الحلقة الممتعة والعرض السلس الجميل التي كانت بعنوان التخطيط للسنة الجديدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم العرض عليه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزدنا علما، اللهم آمين. دمتم في أمان الله، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، نشكر لكم الله. مع السلامة.